أبناء وبناتي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة أونلاين. سعدنا بيكم في الحلقات السابقة، وزي ما تعودنا معاكم على سؤال الحلقة ومتابعتكم الجميلة على اليوتيوب والبريد الإلكتروني للبرنامج مدرسة أونلاين مادة الرياضيات. سعدت بيكم بكل الإجابات اللي شفناها على سؤال الحلقة اللي فاتت، وكان المضلع التكراري هو اللي كان بيرسم بالمسطرة والمنحنى التكراري بيرسم باليد. معانا على الشاشة أسامي بعض الطلبة اللي جاوبوا معانا سؤال الحلقة اللي فاتت مع بعض على الشاشة. بص مع بعض يا أولاد على الشاشة سؤال الحلقة اللي فاتت، ادي أسامي بعض الطلبة اللي جاوبوا سؤال الحلقة اللي فاتت، كل واحد يشوف اسمه. يلا حبايبي، شكرا لمتابعتكم الجميلة. والنهاردة طبعا زي ما وعدناكم حلقة جميلة، النهاردة هي أولى حلقات المراجعة النهائية على الفصل الدراسي الأول. هنراجع كل يعني معظم حاجات الفصل الدراسي الاول مع بعض، اسئله الاكمال واسئله الاختياري واسئله المقاليه، بعض الاسئله محضرينها لكم ان شاء الله، والحلقه الجايه باذن الله تبقى مراجعه برضو. يلا معانا على الشاشه مع بعض حبايبي مراجعه عامه النهارده، هنبدا بايه؟ يبقى موضوعنا النهارده هو مراجعه عامه، خلاص. طيب السؤال الاولاني في المراجعة طبعا اكيد بنحب نتدرب على اسئلة الاكمال او الاختياري. طب اول حاجة احنا عندنا سؤال اكمل، يلا مع بعض يا اولاد اكمل. 1.5 لتر زائد 5 من 10 دي سي متر مكعب زائد 500 سنتيمتر مكعب بتساوي كام لتر؟ 1.5 لتر، 1.5 لتر اهي، 1.5 لتر زائد 5 من 10 دي سي متر مكعب زائد 500 سنتيمتر مكعب، وبيقول لي بتساوي كام. قبل ما نظهر الاجابة على الشاشة تعالوا مع بعض نحلها في الورقة وبعد كده نظهرها على الشاشة. 1.5 لتر، طب تمام زي ما هي عشان هو عايزها باللتر. طيب النص دي سي متر مكعب، كلنا عارفين الدي سي متر مكعب بيساوي اللتر، فتبقى برضو 0.5 لتر، يبقى لتر، ودي برضو 0.5 لتر. طب ال 500 سنتيمتر مكعب لو قسمنا على الالف عشان نحولها تبقى برضو 0.5 لتر، اجمعهم مع بعض يلا كده، يبقى 1.5 وحط كمان عليها 0.5 وحط عليها كمان 0.5 يبقى 2.5 لتر. يلا نشوف الاجابة على الشاشة، هنظهرها لكم ونشوف الاجابة. فعلا اهي بص كده معايا على الشاشة كتبتها لك اهي، 1.5 لتر زائد 5 من 10 لتر زائد 0.5 لتر بتساوي 2.5 لتر. خلاص يا حبايبي، يبقى اول سؤال اكمل قدامك على الشاشة. طيب السؤال التاني بيقول لي اذا كان حجم متوازن مستطيلات 64 سنتيمتر مكعب ومساحة القاعدة بتاعته 16 فان الارتفاع، كلنا عارفين ان الارتفاع بتاع المتوازي بيساوي، برافو عليك، هقسم الحجم على مساحة القاعدة. طب لو جينا نقسم الحجم على مساحة القاعدة، يلا مع بعض اهو، ادي الحجم على مساحة القاعدة، يبقى اول ما اقول له الارتفاع بيساوي، برافو عليكم صح، يبقى نقول له الارتفاع بيساوي الحجم على مساحة القاعدة 64 على 16 تطلع فيها ال 4 سنتيمتر. اذا كان طول حشرة في الحقيقة 3 من 10 مليمتر، طول الحشرة 3 من 10 مليمتر وكان طولها في الصورة 4.5 سنتيمتر، تمام، عايز اكيد عايز مقياس الرسم، فان مقياس الرسم بيساوي نقط. كلنا عارفين ان مقياس الرسم هو نسبة، برافو عليك، نسبة بين ايه يا مستر؟ الطول في الرسم الى الطول الحقيقي. الطول في الرسم 4.5 سنتيمتر لانه قال لك ايه، وكان طولها في الصورة، يبقى ده الطول في الرسم، والطول الحقيقي 3 من 10 مليمتر. هل ينفع نقارن السنتيمتر بالمليمتر؟ لا، لازم نحول. طب لما اجي احول مين؟ اول حاجة لازم نتحول السنتي ده، يبقى السنتي فيه 10 ملي، يبقى المفروض 4.5 نضربها في 10 يبقى تبقى 45 الى 3 من 10 مليمتر، مالكش دعوة بدي، مش هنضربها لان احنا هنحول السنتي بس. يبقى لما اجي اضرب في 10 هنضرب مين؟ هنضرب السنتيمتر، يبقى هنقول له اهي 4.5 في 10 يبقى تبقى 45 الى 3 من 10، اهي 45 الى 3 من 10. طيب انا هنا يا مستر ابراهيم في علامة عشرية اللي هي 45 الى 3 من 10، في علامة عشرية عند الايه؟ ال 3 من 10، اضرب في 10، في الحالة دي هضرب ال 45 في 10 واضرب ال 3 من 10 برضو في 10،
هتديني كام؟ هتديني 450 على 3 او الى 3. طيب لما اجي اختصرها بقى هتبقى على 150 في على 3 في 150 على 3 في 1، يبقى مقياس الرسم 150 الى 1. ارجع على النقط اقول له 150 الى 1. طبعا ده كان نسبة تكبير. تعال نشوف مع بعض سؤال تاني بيقول، يلا معايا برضو اكمل. المدى للقيم، المدى عايزين نجيب المدى في الاحصاء. المدى كان بيساوي اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. طب مين اكبر قيمة عندك قدامك في الارقام اللي قدامك في الاعداد اللي قدامك دي؟ مين اكبر قيمة؟ هتلاقي 9. ومين اصغر قيمة عندك؟ هتلاقي 3. 9 ناقص 3 هتطلع 6، يبقى المدى يطلع 6. 3 ارباع بيساوي كام في صورة كسر عشري؟ 3 ارباع لو عملتها على الآلة، لو قسمتها، لو ضربت تحت في 25 وفوق في 25، هتقدر تعرف ان هي بتساوي 75%. تمام. السؤال بعده، جرار يحرس 28 فدان في 4 ساعات، فإن الزمن اللازم لحرس 42 فدان. العلاقة هنا او التناسب هنا ما بين عدد الافدنة والزمن. لما كان 28 فدان خلصوا في 4 ساعات، تمام. طب لو 42 فدان يخلصوا في قد ايه؟ يبقى ده تناسب. طب لما اجي ابدا احل اقول له ايه؟ يلا مع بعض نركز. هنقول له عدد الافدنة الى الزمن، عدد الافدنة 28 والزمن 4. طب 42 فدان تحت الفدان والزمن تحت سين، ونقول له حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يلا معايا، يعني قصدي اقول لك ان السين في 28 هي بتساوي 42 في الاربعة. وخدنا قبل كده ان اللي قدام السين ينزل فين؟ في المقام. يعني لو عايز اجيب السين اقول له ايه؟ 42 في الاربعة على 28. تمام كده؟ هتساوي اهي 42 في 4 على 28 تطلع 6 ساعات. يبقى عدد الساعات او كم ساعة هيبقى 6 ساعات. يبقى هنا لما جيت اعملها قلت له ان في علاقة ما بين الافدنة والزمن. ال 28 فدان في 4 ساعات، يبقى ال 42 فدان في س. ورحت عامل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، ورحت جايب س اللي هي تمثل عدد الساعات، قلت له ان هي بتساوي 42 في الاربعة على 28 تطلع بتساوي 6 ساعات. وزي ما احنا شفنا حبايبي سؤال سهل وجميل مفيش فيه حاجة. تعال نشوف سؤال تاني برضو بيقول، ركز معايا، في الشكل المقابل. يلا مع بعض نشوف الشكل المقابل اللي قدامنا. ادي الرسمة قدامك، ده متوازي اضلاع اهو، الف ب ج د، وزاوية ب 120، وزاوية د الف ج ب 30. بص على الشاشة اهي، في زاوية ب بتساوي 120 زي ما احنا شايفينها، وزاوية د الف ج هتساوي 30 درجة زي ما انتوا شايفين. هو عايز يجيب الزاوية اللي جوه دي اللي هي ب الف ج، اجيبها ازاي؟ طيب كلنا عارفين ان كل الزاويتان متتاليتان في متوازي الاضلاع مجموعهم 180 درجة. ب 120 يبقى الف كلها 180 ناقص 120 تبقى الف المفروض كلها 60. يا مستر طب ما في خليك بس معايا، هات الف كلها. تمام، 180 خد منها 120 تبقى الف كلها 60. طب 60 خد منهم 30 يبقى الباقي 30 بس. يبقى لما اجي احل اقول له ايه؟ لان من خواص متوازي الاضلاع ان كل زاويتان متتاليتان مجموعهم 180 درجه، يبقى اللي عايز يجيب زاويه الف يعمل ايه؟ 180 ناقص 120 بتاعت زاويه ب، يبقى الف كلها 60. تمام، طب ال 60 خد منها 30 بتاعت زاويه د الف ج، يبقى اذا زاويه ب الف ج اللي جنبها ديت هتبقى 60، شيل منها 30 تبقى 30 درجه. سهلة. طب لو طلبت منك دال هتقول لي دال 120 لان ب بيساوي دال. طب لو عايز اجيب زاوية دال ج ا، اجمع ال 30 مع ال 120 بتاع الدال هتقدر تجيب الزاوية دي لان مجموع قياسات زاوية المثلث 180 درجة. 3 ارباع لتر بيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ ال 3 ارباع لتر بيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ كلنا عارفين ان اللتر فيه 1000 سنتيمتر مكعب، فانا عايز اجيب ال 3 ارباع فيهم قد ايه؟ فهضرب في 1000. طب لما ضربت في 1000 هيديني كام؟ 750 سنتيمتر مكعب.
شوف سؤال تاني. العمر من البيانات الايه؟ العمر. لما واحد بيسأل واحد بيقول له انت عندك كام سنة، هيرد عليه يقول له انا عندي 13 سنة، رد عليه بعدد، يبقى دي بيانات ايه؟ يبقى دي بيانات كمية. ليه؟ لان احنا ردينا بعدد. طب لو قلت لك انت بتشتغل ايه، هترد عليه تقول لي شغال طالب محاسب، رديت عليا بصفة او رديت عليا بحاجة مش عدد، يبقى دي اسمها بيانات وصفية. يبقى اذا انت رديت عليا بعدد يبقى بيانات كمية، واذا رديت عليا بصفة او اي حاجة غير العدد يبقى بيانات وصفية. يبقى العمر من البيانات الكمية. برافو عليكم. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني. يلا معايا. بيقول لي قطعت سيارة 240 كيلو متر في 3 ساعات، اوجد معدل سرعة السيارة. السيارة قطعت 240 كيلو متر في 3 ساعات، اوجد معدل سرعة السيارة. عايز معدل السرعة بتاعتها. طيب لو احنا عايزين نجيب السرعة، هي بتساوي المسافة على الزمن. يبقى لو عايز اجيب معدل السرعة هقسم ايه؟ برافو عليك. ال 240 على التلاتة. طب ال 240 على الثلاث ساعات يطلع كام؟ 80 وكيلو متر لكل ساعة، لان الوحدة اللي مستخدمة في البسط هي الكيلو متر، والوحدة المستخدمة في المقام هي الساعة، يبقى 80 كيلو متر في كل ساعة. شوف سؤال تاني معايا. اودع رجل مبلغ 20,000 جنيه في بنك بفائدة 8%، اوجد اجمالي المبلغ الذي حصل عليه في نهاية العام. واحد حط في البنك 20,000 جنيه، البنك قال له هدي لك 8% سنوية. طب هو حط المبلغ، طب بعد سنة هيكون كام؟ تمام. يبقى هنقول له اكيد المبلغ هيزيد. قبل الزيادة الى الزيادة الى بعد الزيادة. قبل الزيادة المبلغ بتاعي ده كان يمثل ب100%، البنك هيديني 8%، يبقى اذا المبلغ هيزيد، يبقى المية هتزيد 8، يبقى 108. يبقى أول حاجة الزيادة بتاعتك قبل أي حاجة هي 100%، زاد 8%، يبقى بعد الزيادة مبلغي يمثل 108%. طب ال 20,000 جنيه دي قبل الزيادة ولا بعد الزيادة؟ لا يا مستر إبراهيم، ده ال 20,000 جنيه ده المبلغ اللي هو حطه في البداية، يبقى هو ده هيكون قبل الزيادة. يبقى هنحط قبل الزيادة 20,000 جنيه، وهنا هنحط سين الزيادة، وهنا هنحط صاد بعد الزيادة. طب هو عايز المبلغ بعد سنة، طب بعد سنة يبقى هو عايز الصاد بعد زيادة 8%، يبقى هنقول له يا برافو عليك، لو عملت مقصة وبص حاصل ضرب الطرفين، يبقى 108% في 20,000 على 100%، هيطلع لك المبلغ بعد سنة من وضعه في البنك. يبقى هنقول له صاد اللي هي المبلغ بعد الزيادة 20,000 في 108 على 100%، يطلع 21,600، يبقى هيزيد، هيبقى 21,600، يعني الزيادة تقريبا 1,600 جنيه. ما انت بتقولي 8%، خلاص كده. طب لو حبينا نجيب الزيادة، ما تضرب 8 في 20,000 على 100، خلاص يا حبايبي، يبقى بقولي 8%، يعني هيزيد بالظبط هيبقى 21,600 جنيه، ده المبلغ بعد سنة. شفنا دلوقتي، يبقى احنا شفنا اسئله اهو على المعدل، واسئله على حساب المية، واسئله على مقياس الرسم في المراجعه. قد ايه جميله، لان ضمه اسئله كتير على المنهج كله. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني. بيقول بص معايا يا حبايبي على الشاشه، بيقول ها جميل، بيقول ايه بقى؟ بص ركز معايا. اوجد النسبه بين 18 كرات الى 1.5 فدان. اول درس في المنهج النسبه، عايز يجيب النسبة بين ال 18 قيراط إلى 1.5 فدان. تمام. لو جينا نحول بقى هنا، هل ينفع نجيب النسبة بين القيراط والفدان؟ هما دول من نفس النوع بس مش من نفس الوحدة، مساحات أراضي. تمام. طب القيراط والفدان، يبقى لازم نحول الفدان اللي هو الكبير. الفدان فيه، أيوه برافو عليك، 24 قيراط. يبقى هنقول له 18 إلى 1.5، طب أسيب 1.5 كده؟ لا طبعًا، ده 1.5 فدان. طب هعمل ايه يا مستر ابراهيم؟ يبقى نضرب الواحد ونص في 24، يبقى الواحد ونص ده هتضرب في 24، لان الفدان فيه 24 قيراط، هيطلع 18 الى 36. 36 جت منين؟ 1.5 في 24، الفدان في 24 ونص، الفدان في 12، يبقى 36.
يبقى 18 الى 36 اختصرها بقى، اقسم على الستة، اقسم على التلاتة، اقسم على الاتنين براحتك، اقسم على التسعة، المهم ممكن اقسم على 18 كمان. لو قسمنا على 18 هتبقى فيها 1 الى 2، دي ايه النسبة في ابسط صورة بين ال 18 فئران والواحد ونص فدان. يبقى احنا لما جينا هنحول، حولنا الفدان الى الايراد، ضربنا الفدان عدد الافدنه في 24، لان الفدان في 24، ولما تيجي تضرب ما تضربش ال 18، انت بتحول الواحد ونص، زي المثال اللي قبلها لما كانت السنتيمتر ضربناها في 10 وما ضربناش المليمتر، لان احنا عايزين نحول، فبنضرب الحاجه اللي هي هتتحول. طب يلا مع بعض سؤال تاني بيقول: إذا كان 2 وسين وتمانية وعشرين متناسبة، كميات متناسبة، أوجد قيمة سين. تخيل سؤال من الوحدة الأولى، سؤال من الوحدة الثانية، سؤال من الوحدة الثالثة، هي دي المراجعة. 2 وسين وتمانية وعشرين متناسبة، أوجد قيمة سين. لما أجي أقول لك الكميات دي متناسبة هتقول لي يا مستر إبراهيم يبقى الاتنين على السين بتساوي 8 على 20، الاتنين على سين بتساوي 8 على 20، لأن يعني ده تناسب. تمام، يبقى هنقول له برافو عليك اهو، 2 على س بتساوي 8 على 20، ده الاول، والسين دي الثاني، وال8 دي الثالث، وال20 دي الرابع المتناسب. طيب برافو عليك، هنقول له حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى لو عايز اجيب السين اللي قدام السين 8 تنزل في المقام، وفوق هنقول له 2 في 20، يبقى 2 في 20 على 8. يبقى اللي عايز يجيب س هيقول لي 2 في 20 40 على 8 تطلع فيها الخمسه. يبقى وممكن واحد يقول لك وهي كده يا مستر ابراهيم، ممكن نضرب الاثنين في في ال 20 اهي، نضرب الطرفين ونقسمه على الوسط اللي موجود عشان نجيب الوسط الثاني. خلاص؟ يبقى 2 في 20 على 8 تطلع بتساوي 5. طيب نشوف سؤال ثاني بيقول، يلا معايا كده اهو، سؤال جميل برضو بيقول ايه؟ ركز. مقياس الرسم، التقطت صورة مكبرة لحشرة بمقياس رسم 200 إلى 1، وكان طولها الحقيقي 1.2 ملم. تمام، عايز ايه يا مستر ابراهيم؟ عايز الطول في الرسم، طول الحشرة في الصورة. مقياس الرسم قدامك، الطول الحقيقي قدامك، احسب طول الحشرة في الصورة. زي ما تعودنا في مسائل مقياس الرسم بنكتب اول حاجة الطول في الرسم الى الطول في الحقيقة، ونزل مقياس الرسم اللي انا مديهولك اللي هو 200 الى 1. تمام، مقياس الرسم المعلوم. طيب لما نيجي نقرا المسألة هتلاقيه بيقولك طولها الحقيقي، يبقى 1.2 ملم حطها تحت الطول الحقيقي، وتحت الرسم حط س، يبقى هنقول له س الى 1.2 ملم. تمام، لسه عاملين من شوية مسألة التناسب، برافو عليك. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى اللي عايز يجيب س يعمل ايه؟ سهله يا مستر ابراهيم، هنضرب 200 في 1.2، واللي يطلع نقسمه على 1، بس دي هتطلع بالمليمتر. طيب ولما تطلع بالمليمتر اعمل ايه يا مستر ابراهيم؟ بص انا عملت لك اهو، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى اللي عايز يجيب س يعمل ايه؟ اهو 200 في 1.2 على 1 هتطلع بالمليمتر. طب لما تطلع بالمليمتر عايز احولها للسنتيمتر، هقوم قاسمها على 10، هقوم قاسمها على 10، خلاص تطلع 24 سنتيمتر. ليه يا مستر؟ لان السنتيمتر فيه مليمتر. خلاص، يبقى انا لو عايز احولها هقوم ضاربها في كام يا حبايبي؟ هقوم ضاربها، لو عايز ارجعها تاني للملي هقوم ضاربها في 10. طب هي هتطلع لي بالملي، اعمل ايه عشان احول السنتي؟ اقوم اقسمها على العشرة، يبقى العشرة تحت دي بتاعت التحويل ما بين السنتيمتر وما بين المليمتر، او من المليمتر للسنتيمتر زي ما هو قدامك على الشاشة. زي ما شفناها مسألة جميلة، صندوق على شكل متوازي مستطيلات، ابعاده قدامك على الشاشة 30 سنتيمتر 25 سنتيمتر 15 سنتيمتر. صندوق على شكل متوازي مستطيلات ابعاده 30 25 15. ملئ الصندوق بقطع من الحلوى، كل منها على شكل متوازي مستطيلات، ابعاده 6 سنتيمتر 5 سنتيمتر 3 سنتيمتر. اوجد عدد قطع الحلوى. مسألة مكررة
وزي مسألة قطع الصابون، زي مسألة بالظبط نفس النمط دوت، المسألة دي مكررة. طيب عندي متوازي مستطيلات أو عندي مكعب ومديك أبعاده، مديك أبعاد المتوازي أو مديك طول حرف المكعب، وعندك قطعة من الحلوى وعايز تجيب عدد قطع الحلوى اللازمة اللي ملء الصندوق، أعمل إيه؟ هنجيب حجم الصندوق الكبير وحجم قطعة الحلوى الصغيرة ونقسمهم على بعض عشان نعرف عدد قطع الحلوى. زيها زي قطع الصابون برضو نفس القصة، هجيب حجم الصندوق الكبير ايا كان شكله، ممكن يكون متوازي مستطيلات، ممكن يكون مكعب، لو مكعب الحرف في نفسه في نفسه، طب لو متوازي حاصل ضرب الابعاد الثلاثة. طب تمام، بعد ما جبت حجم المتوازي الكبير اجيب حجم قطعة الحلوى ايا كان شكلها، شكلها متوازي شكلها مكعب، اجيب حجمها. طب بعد ما اجيب حجمها اعمل ايه؟ اقسم الحجمين على بعض، حجم المتوازي او الصندوق الكبير على حجم القطعة الصغيرة، يديك عدد قطع الحلوى اللازمة لملء هذا الصندوق. يلا معايا على الشاشة نشوف هنعملها لكم ازاي يا حبايبي. يبقى لو عايز اجيب عدد قطع الحلوى اعمل ايه؟ هنجيب حجم المتوازي الكبير اللي هو حجم الكرتونة الكبيرة حاصل ضرب الابعاد الثلاثة، 30 في 25 في 15، وحجم قطعة الحلوى الصغيرة على شكل متوازي المستطيلات يبقى هنضرب حاصل ضرب الأبعاد التلاتة، يبقى نقول له 6 في 5 في 3، اللي هيطلع من الناتج اللي فوق والناتج اللي تحت قسمهم على بعض هيكون الناتج 125 قطعة حلوى. طب مستر إبراهيم ممكن نجيب الحجم ده لوحده ويطلع العدد والحجم ده لوحده ويطلع الناتج ونقسمهم على بعض؟ صح طبعا، وده اللي احنا قلناه يا حبايبي، وممكن اجيب الحجمين على بعض زي ما احنا عملناها قدامك على الشاشة وتبقى برضو مسألة سهلة وجميلة. يبقى لو عايز اجيب عدد القطع بجيب الحجم الكبير والحجم الصغير ونقسمهم على بعض. يلا مع بعض نشوف سؤال تاني، مراجعة جميلة ضم كل الاسئلة، معظم الاسئلة بتاعت المنهج معانا. اكمل ما يأتي، نرجعنا تاني لبعض اسئلة الاكمال. بيقول لي حبايبي ركز كده معايا، متوازي المستطيلات له كام حرف؟ ركز معايا، متوازي المستطيلات ده مجسم هندسي وليه شكل هندسي، ليه كام حرف؟ لما اجي اشوف الاوضه اللي انت قاعد فيها او الفصل الدراسي بتاعك ليه كام وجه، عدهم كده هتلاقي ليه 6 اوجه. طيب وليه كام راس؟ 4 فوق و4 تحت، يبقى 8. طب ليه كام حرف؟ 12 حرف. طب يا ترى ال 12 حرف قد بعض؟ لا. طب لو تساوت الحروف يصبح الشكل ايه؟ يصبح الشكل مكعب. طب هنا يلا، متوازي المستطيلات له كام حرف؟ برافو عليكم حبايبي، 12 حرف. تمام، شوف اللي بعدها، 1.2 لتر زائد 800 سنتيمتر مكعب. لما نيجي نعملها لكم محتاجين نعملها بالورقة والقلم، ركزوا معايا، انا هسيب الشاشة ثواني وهرجع لها تاني بس بعد اعملها لكم بالورقة والقلم. لما نيجي نشوف هنقول له 1.2 لتر زائد 800 سنتيمتر مكعب بتساوي كام لتر؟ لما اجي احول هنا يا حبايبي الواحد واتنين من عشرة لتر تنزل زي ما هي، مش دعوة بيها، يعني دي كده زي ما هي. طيب لتر اهي، طيب ال 800 سنتي مكعب، كلنا عارفين ان السنتيمتر مكعب ده في الدور الثالث واللتر في الدور الثاني. طب لما اجي احول السنتيمتر مكعب لللتر المفروض نقسم على 1000، يعني المفروض نقول له 800 على 1000 صح عشان تتحول لللتر، دي ماليش دعوه بيها اهي. زائد طب 800 على 1000 تديك ايه؟ 8 من 10 لتر، يبقى دي باللتر ودي باللتر اجمعهم على بعض تديك 2 لتر، جميلة. يبقى لما اجي اعملها تاني عشان هنشوفها دلوقتي على الشاشة بقى نشوف الحل بتاعها كده، يبقى 1.2 لتر زائد 800 سنتيمتر مكعب هتديك 2 لتر. يلا مع بعض نشوف الإجابة على الشاشة أهي. شفت بقى أنا جبتها لك على طول أهي 2 لتر. طب اديني الخطوات يا مستر إبراهيم، أنا عملت لك الخطوات بره، أنا عملت لك الخطوات بره وكلكم شفتوها وكانت سهلة وجميلة. نشوف سؤال تاني مع بعض على الشاشة، إذا كان 100 جرام من الشوكولاتة يعطي 300 سعر حراري، 100 جرام من الشوكولاتة يعطي
300 سعر حراري. فما عدد السعرات الحرارية في ايه يا مستر؟ فما عدد السعرات الحرارية في 30 جرام من الشوكولاتة؟ ال 100 جرام بيدي 300 سعر حراري، فكم عدد السعرات في 30 جرام؟ اعمل ايه يا مستر؟ ركز معايا، لما اجي اعمل حاجه زي كده انا عندي هنا علاقه. العلاقه بين مين؟ بين ايوه برافو عليك، كميه الشوكولاته اهي والسعرات الحراريه. تمام، يبقى هنقول له كميه الشوكولاته الى السعرات الحراريه. ال 100 جرام ادتني 300 سعر حراري. تمام، ال 100 ادتني 300، فكم عدد السعرات؟ بيقول لك ما عدد السعرات، يبقى تحت السعرات نحط س او اي رمز، في 30 جرام من الشوكولاته، وهنا نحط 30 جرام. تمام، يبقى ال 30 هنحطها تحت كميه الشوكولاته والس تحت السعرات الحراريه. طب لما اجي اجيب بقى عدد السعرات الحراريه اللي هو مقصود ب س، اعمل ايه؟ برافو عليك، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، انا عملت لك اهو. يبقى اللي عايز يجيب س يضرب كام؟ هيضرب 30 في 300 على 100، صح؟ 30 في 300 على 100، 90 سعر حراري. مين ده يا مستر ابراهيم؟ ده عدد السعرات الحراريه الموجوده في 30 جرام. يبقى انا لما جيت احلها حليت على انها مساله تناسب. ال 100 جرام بيدي 300 سعر حراري، رحت عامل ايه بقى؟ قايل له كميه الشوكولاته الى السعرات الحراريه. الكميه هنا المستخدمه في الاول 100 جرام، فرحت حاطط 100 جرام، وكم قد ايه سعر حراري؟ 300. طيب فما عدد السعرات الحراريه؟ قلت له السعرات دي يا مستر ابراهيم س في 30 جرام، رحت حاطط 30 جرام، ورحت عامل على طول خاصيه التناسب الجميله، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. تعالوا مع بعض نشوف محضرين ايه برضو، ركز معايا. السؤال برضو اهو جميل على الشاشة، بص قدامك على الشاشة، بص على متوازي الاضلاع ده اسمه ايه يا مستر ابراهيم؟ الف اسمه سين صاد عين لام. تمام، سين صاد 3 سنتي وصاد عين 5 سنتي، اهي دي 3 ودي 5، زاوية سين صاد عين كلها على بعضها 120، كل الزاوية 120 درجة كلها 120. تمام، ميم عين، فين ميم يا مستر ابراهيم؟ اهي ميم دي نقطة تقاطع القطرين، اهي ميم عين ده 3.5 سنتيمتر. عايز زاوية سين لام عين، سين لام عين اظن سهلة. تمام، يعني زاوية لام كلها. سامع ناس بتقول لك طب ما لام كلها هتساوي صاد كلها، صح. طب عايز محيط المثلث س ص ع لام، س ص لام محيط المثلث ده، عفوا س ص ع، يعني هو عايز س ص ع دي مش لام، هنقول له محيط المثلث س ص ع. تمام، لما كان كل زاويتان متقابلتان في متوازي الاضلاع، متساويتان، كل زاويتان متقابلتان متساويتان. تمام يا مستر ابراهيم، طب من خواص المتوازي كل زاويتان متقابلتان متساويتان. تمام، طب لما احب اجيب زاوية س لام عين هقول لك ان هي بتساوي زاوية س ص عين. يبقى ليه؟ لان زاوية لام كلها بتساوي زاوية ص كلها، يبقى من خواص المتوازي ان كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس، يبقى زاوية س لام عين بتساوي س ص عين، وكل واحدة فيهم 120 درجة، يبقى هو ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني عايز محيط المثلث س ص ع، س ص ع، س ص دي 3 سنتي تمام، وص ع 5 سنتي، طب س ع كام كلها؟ انت بتقول لي يا مستر ابراهيم ان م ع 3.5، يبقى س ع كلها 7. ليه؟ لان الميم نقطه تقاطع القطرين تنصف القطرين، خلاص ينصف كل منهما الاخر القطرين، يعني ص ل بينصف القطر س ع، والعكس صحيح، س ع بينصف القطر ص ل. طب لما م ع 3.5 سنتي يبقى ع، يبقى م س 3.5 هي كمان، يبقى س ع كلها 3.5 و3.5 7. طب لما اجي اجيب محيط المثلث بقى س ص ع، انا اجمع الثلاثه مع الخمسه
مع السبعة هيطلع لي 15 سنتيمتر. يبقى لما نيجي نقول له هنقول له كل ضلعان متقابلان متساويان، فسين لام بتساوي صاد عين، تمام، يبقى 3.5. يبقى سين صاد بتساوي سين صاد بتساوي لام عين، وصاد عين بتساوي سين لام، فسين لام بتساوي صاد عين بتساوي 5 سم، تمام. طب ولام عين، سين صاد بتساوي لام عين، وكل واحدة فيهم ب 3 سم عشان برضو لو احتاجناه. طب القطران ينصف كل منهما الاخر، يبقى سين عين كلها كام؟ لو عايز اجيب سين عين كلها اقول له سين عين كلها 7. طب محيط المثلث بقى سين صاد عين، انا كتبت لك اهي سين صاد عين، سين صاد عين، تمام، او سين عين لام، سين عين لام. طب ما هو القطر ده كله اهو، ده 7 وده 5 وده 3، يبقى 15 سنتي. خلاص، يبقى سين صاد عين 15 وسين عين لام 15، لان الضلع ده سين لام قد صاد عين، وسين صاد قد لام عين، وسين عين كله على بعضه 7 سنتيمتر. يبقى احنا شفنا كده من خواص المتوازي ان كل ضلعان متقابلان متساويان، شفنا ان كل زاويتان متقابلتان متساويتان، شفنا ان القطران ينصف كل منهما الاخر، وعرفنا من خواص المتوازي ان القطران بينصف كل منهما الاخر. تعالوا مع بعض نشوف على الشاشة، يلا معايا. طبعا ولادي حبايبي الوقت الجميل بيعدي بسرعة، شكرا ليكم على متابعتكم الجميلة، اتمنى لكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية تكونوا في احسن حال. قبل ما نختم معانا سؤال على الشاشة واجب، اتمنى ان كل ولادي حبايبي يتابعوه. سين على 15 بتساوي 2 على 5، احسب سين زائد 3. سين على 15 بتساوي 2 على 5، اوجد سين زائد 3، هتطلع سين وبعد كده تجمع عليها 3. ابنائي وبناتي سعدت بيكم، يا رب اكون اسعدتكم، دمتم في امان الله، على امل في لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.